الصبها. يقولون فيه جبل، فيه جبل الا شو اسمه لا رقاه الواحد يقول فيه جنون. اي ام يروح قلب الجنون يسمونهم بني غانم ولا يعتق جن بني غانم صح؟ سمعت اللي صار الشاعر الشايب. الجبل ذا وين؟ في سيرات عبيده. ما ادري قالوا في لا لا في سيرات عبيده العراق مو في السعوديه. ما حد قال لحال العراق، واحد قالها في السعوديه. لا 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 انا اعرف السالفه حقت واحد حطاني عبيدي يمكن في سيرات عبيده سمى شاعر البارود. والله انه ما يحضرني القصه بس اللي انا سمعته احفظتها. عطني القصه اللي قبل شوي احفظها زين الحين عن مكر الذيب. طيب نشتهم من الذيب ذكي. ها ها الذيب ذكي هذا عامل شاعر حلم بغنم. شاعر حلم بغنم يطول العمر يقول اشوف الذئاب اشوف الذئاب يقول اثنين. يقول واحد يقول انا شفته مكني الله شفته. يقول بس البهائم اليمين الغنم اليمين ما تدري. الذئاب لها خطه لجت تهجم لجت تروح تصيد. يقول واحد جاء من جهه الهواء واحد جاء من الجهه اللي الهواء متكفي. يقول الغنم شمت ريحه اللي يم الهواء اللي هاجم اياه اللي هاجم اللي ورا عشان ما تشم ريحته. يقول والله هجم على الغنم وانا انظر فيها وانا ثعم فيها والله ما فكرن فيني خذان صيدهن ورب جرام ذكي ذكي ذي لا عدا ذاك الليل يمسك يذبح خليه يذبح تغبيب اربع خمس ولا يتعشل على وحده. صح هذا سميه التغبيب. والذيب الذيب ترى فيه صفات قريبه من الانسان. فيه غيره غيره ولا يتزوج ولا يتزوج من اهله. واذا ماتت زوجته وفي ما يتزوج غيره. مهل الذيب ذيب من هالصرف القاسر الشباب احنا قاعدين نعد صفات الذيب. صح عليك. وكان شارخان شارخان اسد هو اسد. والله شارخان قد سمعتها يمكن مليون مره. يعني انت شارخان ولا نمر؟ قلت والله ما نبي شارخان اسمي ناصر ولا قب السلف فقط. نعم ما عليكم زود وش يساعدكم وش اللي تبغون؟ ما تلقب بالدندون؟ الدندون هذه حاله استثنائيه. الدندون هذه زلقتني واجد. ليه؟ كنت ماك صريح كل يوم يجي واحد ابشر بسعدك دندن اروح زلقت. ما عليك هي الحين نقول دندن لين توقف. عطنا عطنا موقف من المواقف اللي دندنت فيها اللي دخلتك فيها فاصل. اذا ما عطنا فيها فاصل شيء درجه ما تعدت الحصاء. ما تعدت الحصاء مواقف. انا مواقف والله العظيم لو عدها انت عجز. والله مواقف اللي اكل صحت في قواذيب خلاص صحت في قواذيب ما نشلنا على الوقت شفلها عادي. عطر موقف مضحك موقف مضحك. اما ثلاث منها قد لحظه دخلنا الجامعه اخذنا بها علوم زينه. ايش تخصص؟ تخصص واحده بكريوس واحده واللي طوخت فيها ايش اسمه؟ البكالوريوس اربع سنين. لا جاك سنتين. سنتين لا اخذت واحده ست شهور دبلوم. ايه هذا فني. اي واحده طبختها اسبوع لاني ما سقطت. شهور يلا بعدين يا متعب الله يرحم والديك. ليه صياح؟ ليه واه 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 وين ذا صوت اذني قاعد؟ اذن البث اذن بثكم يذن الكبت. اي والله جلس شفته انا قبل صياح صياح واه واه الحب هذا كان خاطري يطعم مصفوف صياح. زين الجامعه جامعه والله يقول ما انصح بكالوريوس. يقول تخصص بكالوريوس ما انصح بها. الجامعه يعطي ما انصح بها اكون معكم صريح حط رجلكم من هون.
يعني ما عاد ندندن ولا نغني؟ دندنوا على شيء ان شاء الله بحدود ها؟ بحدود يعني انا والله عشان ما تزلقون ها؟ عشان ما تزلقون من المزلق يا اخيكم ناصر. اي رجال. اي خلنا موقف. طيب ابو هادي هذه دندن ها؟ طيب وش مساعدك هاي؟ زلقتك واجد؟ مثلها. على حدها؟ على حدها. شو ذي الزمن؟ فنصيحة أبو جرش عيدك خضر عمر وجيب البن خيط تربع فيه شوفوا تعال توصل قريب هذا أكثر واحد يروح فيه على قريبة خضر حلو يا دول ما 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 تجي قريبة خضر فيه لا والله فيه فنصيحتي لا يصير قريبة خضر قول نيتي بيضة مو قلب خضر قلب خضر عمر بيشتعل في فرق وين نيتي بيضة قلب خضر اللي أنا في قلب خضر اللي قلبه مشتعل بس في فرق من قلب الأبيض وفي قلب الخضر وين نيتي بيضة طيب خليك من القلب كله بيضة طبعا هذه اللي إن شاء الله هذه أصلها طبعا هذه مش بس هذه يسأل لكن إنه يقول إن ثاني سرندل حتى قلبه بيض ما سلم منه كان ثاني سرندل خلوا المواضيع إذا أعطونا قصة المهم هاي موضوع طمط لكن اللي بيترى في الدنيا ذي هم عايشة عمر اللي حيح نفسه هذا العايش ثاني سرندل عربي إيه والله هم هذا طال عمر اللي حمورين ودندون وسايقة هاي تعيش زالك عليه غرف خدمات يدخل جامعة والسيقها لا قدم جامعة غرف خدمات ولا مو سهلات ولا جاك بسعدك يجي يضحك دندن تقول دعوه ان شاء الله عليك أمور طيبة أمور طيبة هو لا تكشف على السر حبيبي لأنه كلها لأن نفسي تعبان عنده كل لا تكشف خوفي سلطان عنده قصة حلوة ودنا نسمعها أسلم أسلم الله عندي قصص قديمة أعطني بعلمكم قصة يا رجل أعلمك أن الأخوة الأخوة ما فيه هذه اللي كثر منها هذه قصة حقية الصدق من أول بدو لا جاء أحد عندهم جاء فيها يا الطاعون أو الجدري يا الطاعون يتركونه في مراحم وشدوا نعم شدوا لأن المرض هذا من أول الناس يعدي. لا علم ولا شيء اللهم ولا قد أوردك مو بخي ما هو بطاعون الجدري لا الطاعون ولا بخي أخي أخي خوية واستغفر الله الا ولد عمه يطلب هذا لا ما يمكن هذه قصه ثانيه لا بعلمك القصه اللي راح مكه قصه لا ما راح مكه اللي يعرفها زين نفسها وضبطي عده عده المهم الجدير هي اللي حلو ايوه الطاوله ايه. انا ما الجدير يعد اسلم ودي اسلم روح اخوه قال انا بروح ادور لي شغل وبروح ما ادري عاد يا في الرياض يا من اول المناطق الكبار دي فيها شغل روح ما بتاخذ لي شهر من شهرين وجاهم زي ما تقول مرسو ان فلان وفلان تراه طايحين في الرياض اكو ايش كان السواق الرياض منو الدرعيه هو الدرعيه قال تراه طايحين في الدرعيه بين الحياه والموت رجع صايب الطعم او جدري فالحق على اخوك قاطي كان فيها السيارات كان فيها فرتات الفرت على حمر وهي افزع على الاماره اللي هو في المنطقه اللي فيها يا با الرياض دبروني دبروني قالوا فيه بيطلع من الأمارة سيارة بتوصل أوراق للرياض إذا إنك بتروح معهم خاوه قال ويعطونه وعد نهاية أسبوع قال خليك والم ثمرك على دربنا ونروح جاء نهاية أسبوع يمرون ويركب معهم على الرياض يوم وصل الرياض ينزل وينشد 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 لين وصل لأخوه يوم جاء لأخونا والله حالته ما هي بزعنة حالته هي رثالة شو الظاهرنا برا لي حالته ما هي زعنة ويجي يوم جاء والله أخوياهم بعدين عنه اللي هم معهم في السوق وينشدهم قال أخوك ما ذاق شيء له عشرية غير الماء هذا سلوب الطعن فيه ايه ما حد يقدر يقربه ما يطشون على هالماء بعيد ويروح يشتري معه عاد دراهمات مليمة ويشتري له ناقة فاطر ناقة كبيرة ويشتري له طحين ويجي عند أخوه ويحمله في ظهره الناقة طول عمره يقفيه به لديرتهم ما معه غير هالطحين والنويقة هي الفاطر معودين من الرياض الرجيل يبون طراف نجد حول المدينة من أول رحول مسافرين
يقولوا ثلاث ايام احنا نمشي خلا ناقتنا معنا ناقتنا فاطر يقول ما تروح ديره ما تروح ديره يقول نفكها نفكها تعشي في الليل احنا نرقد يقول انا اسوي له خبز لاخوي اسوي له خبز واسوي له واكله بعد ثلاث ايام يقول والله اخوي مني شفت انه استصح يقول عايم في ناقتنا ولقتنا منها استصحت زانت يقول حنا في الليل نفكها تعشي ما تروح إيه. يقول عشر ايام لا والله ناقتنا سمين واخوي طرد الجربيع معي فسقى يقول والله انا اطرد الجربوعي سني 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 لين اطرح يقول اخذنا حوالي 20 يوم حنا نعودي لها يقول اعتناها يقول ما صدقوا ما صدقوني فهذا خلصت السالفه ان الخله تراه زين تراه زين لا 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 الناس اللي فيها وهي ما ترجع على هي ترجع النفسيه ترى ايش اذا كان محجور تلقاه محجور يا عشش ولا فذا جاه المرض اي اخوي على النفسيه يوم طلع فال خله اخوه انت بلحد وبرقنا في الوقت إيه الجدير إيه زمان الجدير معروف الحين هو زمان جدري صح إيه زمان جدري على مناح ميوت ليش صوت كذا ياسر